أحبتي بدره نور بدا، ليل الأحبة بدره نور بدا، والطير من فرط المحبة قد شدا، قد شدا، والثمر بل له التبتل والندى، المساء إذا اجتمعنا على الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمن توفيق الله أن يكون بين قوم صالحين، إن أمر بمعروف أعانوه، وإنها عن منكر ساعدوه، وإن احتاج إلى شيء من الدنيا ساعدوه، ثم راحوا وتركوه. وهذه الحياة الدنيا أيها الإخوة معبر وممر، وليست بدار مقام ولا مستقر، فالزاد منها والمقيل في غيرها، أقبلت الدنيا وكم قتلت، كم سترت الدنيا وكم فضحت. الدنيا معبر إلى الآخرة، والآخرة هي الدار الحقيقية للحياة، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. كان يحيى ابن معاذ رحمة الله عليه يقول: مسكين مسكين ابن آدم، مسكين ابن آدم، لو يخاف النار كما يخاف الفقر لنجا، لو يخاف النار كما يخاف الفقر نجا. كلنا يشكو وكل منا يهرب ويخاف من الفقر. الإنسان منا لو خاف من النار كما يخاف من إدراك الفقر والعوز لنجا. والخواتيم أيها الإخوة هي مواريث السوابق، الخواتيم هي مواريث السوابق، على حد قول الإمام أبو الفداء ابن كثير رحمة الله عليه، قال: قد أجر الله الكريم عادته بكرمه على أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. وأصدق ساعة يعيشها الإنسان، وأصدق ساعة تمر في حياة الإنسان، هي ساعة الاحتضار. ساعة الاحتضار دي مفيش حد بيكذب فيها. ليه؟ لأن كل اللي الإنسان عمله على مدار حياته بيمر قدامه زي الشريط كده. فأصدق ساعة هي هذه الساعة، ساعة الاحتضار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وفي سنة الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. هذا هو الذي يوفق الله عز وجل به العبد،
ان ربنا يوفقك في اخر حياتك لعمل صالح، ثم ان الله عز وجل يصطفيك وان يقبضك على ذلك العمل. هذا هو مراد الله عز وجل اذا اراد بعبد خيرا استعمله. فهذا الاستعمال ينبغي على العبد ان يسعى سعيا حثيثا في ان يسعى ان يختم الله عز وجل له بخاتمه حسنه. النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو سيد الصالحين لما حضرته الوفاه جعل عليه الصلاه والسلام يتجرع مراره الموت، وجعل عليه الصلاه والسلام كانت معه قطيفة جعل يضعها عليه الصلاة والسلام على وجهه ويقول إنا لله إنا للموت لسكرات، إنا لله إنا للموت لسكرات. وهذا هو سيد الصالحين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع ذلك تجرع مرارة الموت. دخلت فاطمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحتضر، فجعلت فاطمة رضي الله عنها تنتحب وتقول أبتاه أجاب ربا دعاه، أبتاه جنة الفردوس مأواه. فجعلت فاطمة رضي الله عنها تنتحب وتقول وكرب أبتاه. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عانى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتجرع مرارة الموت وشرب من هذا الكأس وهو سيد الصالحين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما بالنا نحن؟ بل إحنا هنعمل إيه يا أخوانا؟ ينبغي الإنسان أن يقدم قربانا بين يدي قدومه على ربه سبحانه وتعالى، ينبغي أن يقدم قربانا بين يدي قدومه على ربه سبحانه وتعالى. كما قلت رسولنا عليه الصلاة والسلام هو سيد الصالحين. الإمام أحمد رحمة الله عليه لما دخل عليه إبراهيم بن طهمان، وكان الإمام أحمد كان قد اضطجع من علة، كان مريض يعني، فلما دخل عليه إبراهيم بن طهمان اعتدل الإمام أحمد رحمة الله عليه، فقال له أصحابه يعني لا تتعنى، فقال ما ينبغي أن يذكر الصالحون ونضجع؟ قال كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الصالحين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع ذلك كما قلت تجرع النبي عليه الصلاة والسلام حتى لما مات عليه الصلاة والسلام وقبضت روحه، قالت فاطمة رضي الله عنها لأنس ابن مالك يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني جالكوا قلب أنك أنتوا تحثوا التراب عليه الصلاة والسلام؟ فقال لها أنس والله لو شئنا لرفعناه إلى السماء، ولكن كيف وقد أنزل الله على أبيك منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إن الموت شديد والسكرات صعبة. وصف تلك السكرات عمرو بن العاص رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص يحكي عن أبيه أن عمرو رضي الله عنه كان يريد أن يصف له أحد سكرة الموت، قال عبد الله فلما حضرت أبي الوفاة قلت له أي أبتي قد كنت ترجو أن يصف لك أحد سكرة الموت فها أنت فيها فصفها لي. فقال عمرو بن العاص أي بني كأن السماء قد انطبقت على الأرض وأنا بينهما، وكأن في حلقي شوك، وكأني أتنفس من ثقب إبرة. هذا هو عمرو بن العاص وهو يصف لك سكرات الموت، وهؤلاء هم صفوة الناس الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك تجرعوا من مرارة الموت.
انظر كذلك إلى الصديق رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة جعلت عائشة رضي الله عنها تنتحب وتقول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال لها أبو بكر: لا يا عائشة، لا تقولي هكذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تخاف، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تخشى، ولكن أين المفر؟ إلى ربك سبحانه وتعالى. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. عائشة أيضا رضي الله عنها لما دخلت على أبي بكر وهو في سياقة الموت جعلت تقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل. فقال لها أبو بكر: لا يا عائشة، ذاك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالصحابة أيضا عاينوا الموت وتجرعوا من مرارته وتجرعوا من شدته. الموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر بيت وكل الناس داخله. أنت ستموت، ولكن يا ترى ما هو الشيء الذي قدمته بين يدي قدومك على ربك سبحانه وتعالى؟ القبر صندوق العمل. انت يا ترى دلوقتي انت بتقدم ايه بقى في الصندوق ده؟ بتحوش ايه في الصندوق ده؟ انت اول ما توضع في قبرك ستفتح هذا الصندوق وانت ادرى اي شيء تضع. انت عارف انت بتحوش ايه في الصندوق ده؟ ايضا كذلك كما قلت الصحابة عاينوا الموت وتجرعوا من مرارته. انظر الى معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما حضرته الوفاة جعل يقول: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني ما كنت أحب الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء على الركب. أنا حياتي كلها كنت عايش عشان الحاجات دي، لكن لا عايش عشان أشتري عمارات ولا أراضي ولا أعمل أي خالص. ليه؟ أنت كل هذا ستتركه حلوة خضرة لمن لا يحمدك بعد ذلك. ربما أنت الإنسان يسعى عمال 60 سنة عمال يحوش في فلوس ويترك هذا المال حلوة خضرة لأبنائه الذين ربما لا يحمدونه. ليه؟ لأنه متغرب طول حياته علشان يجمع الفلوس دي، وترك هذا المال لهؤلاء الأولاد الذين لا يرقبون في هذا المال إلا ولا ذمة. ليه؟ لأن الوالد ما كانش قاعد معاهم لم يربهم على الفضائل ولا على المحاسن ولا على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. لا، هو كان بس إيه، شغال مورد فلوس، يجيب شغال مسافر بره مثلا بلاد أوروبا ولا أمريكا ولا مسافر بلاد العربية، عمال طول 50 سنة ولا حاجة عمال يبعت في فلوس، عمال يبعت في فلوس. طب أنت هذه الثمرة التي أنت ستترك لها المال، الأولاد دول أنت ربيتهم إزاي؟ ولا أنت شغال مورد بس، مالكش وظيفة تاني غير هذا؟ لذلك هؤلاء الأولاد لن يحمدوا لك هذا الأمر، لن يحمدوا لك مسألة المال دي وخلاص، لا لا لا، ربما يكون هذا المال مغبة عليك وعليه. ليه؟ أنت تكون ضجيعا في قبرك وتسأل عن كل مليم، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. هذا الوالد يتركه، هذا الولد يتصرف في هذا المال ويصرف المال بطواعية كده. ليه؟ لأنه ما تعبش فيه. لكن المفروض الإنسان العاقل يا إخواننا هو الذي يقدم بقى قربانا بين يدي قدومه على ربه سبحانه وتعالى. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أيضا لما حضرته الوفاة قيل له: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. ما تشتكي؟ قال: ذنوبي.
قيل له: فماذا تشتهي؟ قال: أن يغفر الله لي. ماليش يا رب أي رغبة ولا أي أمنية ولا أي طلب، فقط أن تغفر لي. هذه أسمى وأغلى وأعلى أمنية لحذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهؤلاء هم الصحابة الذين آزروا وناصروا النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الفاروق عمر، هذا الفاروق ذو المقام الثابت المأنوق الذي أعز الله به دعوة الصادق المصدوق، في آخر عمره لما طعنه هذا المجوسي أبو لؤلؤة وقبحه الله ولعنه الله، لما طعنه هذا المجوسي قال لابنه عبد الله: أي بني ضع خدي على الأرض لعل الله أن يراني فيرحمني، لعل الله عز وجل أن ينظر إلي نظرة رحمة فيكون فيها عفو من الله عز وجل. الإنسان يا أخواننا المفروض إن هو يقدم على ربه سبحانه وتعالى بنية وبحسن ظن فيه سبحانه وتعالى مع العمل، لا أن الإنسان يكون عاطلا بطالا طيلة حياته ثم في الآخرة يرجو رحمة ربه. لا، المفروض إنسان يعمل ومع هذا العمل يحسن الظن. هؤلاء لو أحسنوا العمل لأحسنوا الظن في الله عز وجل. الإنسان ما يعيش بقى طول حياته عاطل بطال، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا بيعمل أي فعل من أفعال الخير، ويقول لك إيه أصلا طالما هنا أبيض، أصل أهم حاجة الإنسان إيه كنيته حلوة. لا، هذا مقتضى حسن الظن حسن العمل. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا أبو هريرة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: بعد المفازة، السفر طويل طويل، بعد المفازة وقلة الزاد. تخيل أبو هريرة صاحب رسول الله الذي لم يكن يفارق سواده سواد النبي عليه الصلاة والسلام يقول قلة الزاد، بيقول أنا مليش أعمال صالحة تبلغني في هذا السفر الطويل. الإنسان يا إخواننا ربما مكث في قبره أكثر ما عاش على ظهر هذه الحياة، يعني أنت هتعيش إيه 60 70 80 90 100 سنة يعني، ثم ماذا؟ ثم الإنسان ربما مكث في قبره أكثر ما عاش على ظهر هذه الحياة. في ناس بقالها آلاف السنين ميتة، وفي ناس بقالها مئات السنين ميتة، فالإنسان يمكث في قبره أكثر ما عاش على ظهر هذه الحياة. لكن أبو هريرة كما قلت يبكي في آخر حياته، فقال: بعد المفازة، سفر طويل، وقلة الزاد، وعقبة كأود، المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. ما هو في الآخرة ما فيش حاجة تالتة، ما هو في الآخرة يا إما جنة يا إما نار، فأي الغادين أنت؟ أي الغادين أنت؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أنت بقى أنت أي الرجلين أنت؟ أنت واحد من الاثنين دول، إما أنت معتقها أو موبقها، وأنت أدرى بحالك، أنت أدرى بحالك. كذلك انظر إلى يزيد الرقاشي، وهذا أحد أعلام السلف الكبار الكرام، لما حضرته الوفاة جعل يبكي وينتحب ويقول: يا يزيد، من يصلي لك؟ من يصوم عنك؟ من يتصدق عنك بعد موتك؟ مين هيعمل كده؟ ما تظنش انك انت لما تموت هتلاقي حد يدعو لك. ممكن الامر ده في الاول كده، ليه؟ لانك لم يبرد جلدك بعد في القبر، لسه الموضوع لسه ميت، بقاله أسبوع أسبوعين ثلاثة، يجي أبناء الميت ده يقول لك: يا عم الشيخ احنا عايزين نعمل صدقة عن والدنا. طيب، لكن بعد سنة
بعد 6 شهور أو بعد سنة أو بعد 5-6 سنوات أو بعد 10 سنوات هل ستذكر في في القبر؟ لا، لم يبقى ولن يبقى لك إلا ما قدمت فقط. أما اسمك ورسمك سينسى، ما ظنش أنك أنت أولادك يفضلوا طول حياتهم يفتكروك، ربما 2000 بعد الأخرى، لكن لن يبقى لك إلا ما قدمت فقط. فجد وسارع واغتنم زمن الصبا، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنمه. أنت جد بقى في أنك أنت تعتق رقبتك أنت أولا، اهتم أنت بأنك أنت تفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هو ده الفوز الحقيقي يا أخواني، هو ده أصل وأس الفوز. عدا ذلك يعني هذا خبط عشواء، لكن السعادة الحقيقية تكون في الجنة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، مفيش سعادة تاني غير في مراضي ربنا، وفي السعادة تاني غير في الجنة. لذلك كان ابن تيمية يقول إننا، أو بعض السلف يقول إننا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. جنة الطاعة، جنة الرضا لما قدره الله وقضى، لكن أنت تكون راض عن الله، تكون راض بالله، تكون راضي أن كل ما جاءك من حبيبك فهو حبيبك، أي حاجة تجيلك من عند ربنا تكون راضي بيها. ليه؟ لأنك أنت حبيب الله، فكل ما جاءك عن حبيبك فهو حبيبك. فالعاقل يا أخوانا الذي يسعى في اعتاق رقبته، كما قلت ما تظنش انك انت لما تموت اولادك هيتصدقوا عنك، ممكن ده في الاول، ممكن ده في الاول كما قلت، لكن بعد ذلك من يصلي لك؟ من يصوم عنك؟ لا احد، لا احد اطلاقا. ولذلك كان بعض السلف يقول دخلت المقابر ذات يوم في يوم شديد الحر، قال فنظرت فإذا القبور صامتة، قال فقلت سبحان من يجمع بين هذه الأعظم بعدما أصبحت رميم، قال فسمعت صوتا من تلك الحفر يقول ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، سبحانه وتعالى. فالمشهد الأخير أو هذه السكرات ينبغي للإنسان أن يقدم قربانا بين يدي قدومه على ربه سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالخواتيم، بالخواتيم، والخواتيم دي ما بتجيش كده اعتباطا يا اخوانا، لا، الخواتيم دي بيكون الانسان طول حياته محسن، فمن كرم الله وجوده وانعامه وافضاله واحسانه الى العبد ان يميته ميتة رضية، ان يميته الله عز وجل ميتة رضية. الامام الشافعي رحمة الله عليه لما دخل عليه تلميذه الربيع ابن سليمان قال دخلت على الشافعي في مرض موته، قال فقال لي فقلت يا أبا عبد الله الشافعي، يعني أوصى الإمام الشافعي رحمة الله عليه تلميذه الربيع بن سليمان، سأله قال له كيف أصبحت يا إمام؟ قال أصبحت من الدنيا ذاهبا ولإخواني مفارقا وبكأس المنية شاربا، ولا أدري نفسي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشد يقول
ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما ولا زلت ذا عفو عن الذنب سيدي تجود وتعفو منة وتكرما. ثم مات الشافعي بعدها. أي الغادين أنت؟ وأي خاتمة ستكون لك؟ كما قلت أحسن فيما بقي يكرمك الله عز وجل بميتة حسنة. في سنن الترمذي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. طالما أن الروح يا إخواننا لا زالت في الجسد يبقى الإنسان عنده فرصة لأن يتوب وأن يؤوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. طالما أن عندك فرصة أنك أنت تتوب وترجع، طب لماذا يؤخر الإنسان منا التوبة؟ قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. سوى الله عز وجل بين من مات من غير توبة وبين من مات كافرا. فالإنسان يجدد توبته، يجدد هذه التوبة وأن يحسن من الأعمال حتى يكرمه الله عز وجل عند موته بميتة حسنة، ميتة طيبة. كما قلت الخواتيم هي مواريث السوابق، اللي انت بتعمله طول حياتك ربنا سبحانه وتعالى هيختم لك به عند موتك. وقد رأينا ذلك. الموضوع يا اخواننا مش قاصر على حسن خواتيم لهؤلاء السلف وحسب، لا، بل في واقعنا المعاصر أيضا كذلك أناس نحسبهم على خير ختم الله عز وجل لهم بخواتيم حسنة. كثير من الفضلاء ومن الأتقياء ومن الأخفياء لما أحسنوا طيلة أعمارهم أكرمهم الله عز وجل بهذه الكرامة في آخر حياتهم وفي عند موتهم، أماتهم الله عز وجل ميتة حسنة. فالخواتيم يا اخواننا الحسنة دي ما بتجيش كده اعتباطا، ما بتجيش للكسالة، ما بتجيش للناس اللي هي عايشة ومقضية حياتها وعايز في الآخرة أو في آخر عمره ربنا يميته ميتة طيبة، لا، برضو الأمر يحتاج إلى عمل، الأمر يحتاج إلى عمل. كما قلت كثير من العلماء، يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما كان في محبسه الأخير في قلعة دمشق لما منعوا عنه الأوراق والكاغد وكانت الأسئلة تفد إليه من خارج القلعة، فمنعوا عنه هذه الأسئلة وهذه الأوراق، فأقبل ابن تيمية رحمة الله عليه على كتاب الله عز وجل قارئا تاليا مفسرا، فختم القرآن 80 ختمة، وفي الختمة 81 وصل إلى قول الله عز وجل إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم مات، ثم مات. هذه الخواتيم. الإمام أبو بكر بن عياش رحمة الله عليه لما حضرته الوفاة بكت أخته فقال لها ما يبكيك فإن أخاك قد ختم القرآن في هذه الزاوية، وأشار إلى زاوية في البيت، قال فإن أخاك قد ختم القرآن في هذه الزاوية 18,000 ختمة، مثل هؤلاء لا يبكى عليهم، اللي زي دول ما تحزنش عليهم، إنما البكاء على خساسة الهمم. انظر كذلك الإمام أبو جعفر يزيد ابن القعقاع وهو أحد القراء العشرة. الإمام أبو جعفر رحمة الله عليه لما مات رأوا نورا يخرج من صدره
فما شك أحد ممن حضر أن هذا هو نور القرآن، ولما أرادوا أن يغسلوه رأوا صدره كأنه ورقة مصحف، كان القرآن مكتوب على صدره. لأفنوا حياتهم وأعمارهم في خدمة كتاب الله عز وجل. زي ما احنا بنشوف برضو دي الخواتيم طيبة، في خواتيم أيضا ليست كذلك، يعني في خواتيم برضو لأصناف وأشكال من الناس للأسف الشديد، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. يعني أنا رأيت مقطعا لبعض الشباب وهو بيشرب الخمرة، مات وهو يشرب الخمر، ومن مات على شيء بعث عليه. يا أسف على هؤلاء، يحشر الإنسان تخيل بهذا المنظر. طب أنت أفنيت حياتك وعمرك في إيه؟ طيب ما هو لازم الإخواننا الإنسان يقف مع نفسه وقفة، إحنا دلوقتي ماشيين كويس ولا عايزين نعدل المسار ونعدل الاتجاه بتاعنا؟ ليس الخطأ أن يتمادى الإنسان في خطأ، يعني الإنسان كونه يتمادى في خطأ هو هذا هو أس الخطأ، لكن الإنسان انتبه وفاق من رقضته المفروض بقى ينتبه بقى ويحاول إيه يعدل المسار يعدل مساره. طب لكن أنت بأي شيء ستخدم على مولاك، على ربك، على خالقك سبحانه وتعالى؟ بأي شيء؟ ما هو الزاد الذي ستخدم به على مولاك سبحانه وتعالى؟ للأسف الشديد نحن نتفنن في إضاعة أعمالنا وفي إضاعة أوقاتنا سدى، بنضيع أوقاتنا في لا شيء، في أي حاجة ملهاش أي لازمة، قدام مسلسل، قدام ماتش كورة، مباراة، قدام بقى النت، على أي حاجة، على القهوة، على الناصية. للأسف الشديد ليه؟ لأن إحنا يا إخواننا مش عارفين قيمة أعمارنا. عارف مين اللي عارف كويس قيمة العمر ده؟ أو قيمة ما أنت فيه من النعيم؟ الأموات. لو أذن لأهل القبور أن يتمنوا أمنية واحدة لقالوا نرجع إلى الدنيا، نسجد لله سجدة، نركع لله ركعة، نقرأ لله آية، نسبح لله تسبيحة، لأنهم عاينوا الأمر على الحقيقة ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فزي ما قلت يا أخوانا، في إحنا بنشوف للأسف الشديد، وطبعا النت دلوقتي مليء بالمشاهد الخواتيم اللي هي غير لائقة غير طيبة. برضو يكون مثلا حادث، رأيته حادث من حوالي أسبوع ولا أسبوعين، شباب برضو ماتوا هم إيه سيئين، شغلين المسجل على أعلى صوت وماشيين بيغنوا ويهزروا ويضحكوا، وفجأة انقلبت بهم السيارة. طيب على أي شيء سيبعث هذا؟ على ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه، إنما الأعمال بالخواتيم. طيب زي ما قلت الإنسان بقى محسن طول حياته، الله عز وجل يكرمه بميتة رضية. ومش شرط يا أخوانا، يعني ممكن بعض الكتير من الناس يظن بقى أن لازم الواحد عشان يموت موتة كويسة لازم يبقى بقى يعني إنسان ما بي يعني يكون مثلا سمت الظاهر الالتزام ومربي دقنه ولابس الجلابيه ولابس الطاقيه لا مش شرط. يا ما سمعنا عن ناس افاضل ومن خيره الناس، هؤلاء كتم الله عز وجل لهم بخاتمه، وختم لهم بخاتمه حسنه. ليه؟ لان مش يعني هذا ليس شرطا، وان كان ده ايضا السمت الظاهر هذا من اس الديانه، لكن مش شرط ان الواحد لازم يكون بالشكل ده عشان ربنا يختم له بخاتمه حسنه. لا، في ناس كويسه جدا، ناس افاضل جدا، ربنا سبحانه وتعالى بيكرم بكرامه وبخاتمه حسنه جدا جدا جدا. وكم في الزوايا خبايا، وكم في الناس بقايا، رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب، لو اقسم على الله لابر، وكم من مغمور في الأرض معروف في السماء.
فاحنا اخواننا دلوقتي احنا عايزين بقى نحاول بقدر المستطاع ان احنا نحسن فيما بقي من اعمارنا ومن اوقاتنا ومن هذه الحياة التي نعيشها. هذه الحياة دهرت، وان الدار الاخرة لا هي الحيوان، هي دي الحياة الحقيقية يا اخواننا. الانسان مننا يعيش 60 70 80 90 سنة، ثم ماذا يا اخواننا؟ ثم يقدم الانسان على ربه سبحانه وتعالى بما قدم، كل امرئ بما كسب رهين، اللي انت عملته انت مرتهن به. يبيت الانسان طاويا في قبره في ليلة، صباح تلك الليلة هو يوم القيامة، هو يوم القيامة. زي ما قلت في خواتيم ايضا ليست بذاك، يعني يذكر ابن كثير وابن الجوزي وغيرهم عن رجل اسمه عبده ابن عبد الرحيم، هذا المأبون المغبون المأفون كان من المجاهدين، ثم انه لما كان في بعض المعارك مع المسلمين رأى ابنة او رأى امرأة من بنات الروم فأعجبته، فراودها عن نفسها فقالت لا حاجة لا تصل إلي إلا أن تتنصر، فطاوعها وارتد عن ديني، فكان المسلمون بعد ذلك يمرون عليه ويقولون له ما فعلت صلاتك، ما فعل صيامك، ما فعل قيامك، ما فعل جهادك، ما فعل قرآنك، فكان يقول اعلموا أنني نسيت كل شيء من القرآن غير آية واحدة، وهي قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه خواتيم أيضا. وشوف ده بقى كان إيه، يعني ده أقول لحضرتك كان مجاهد وراجل قرأ القرآن وراجل مصلي وراجل من أهل الديانة، لكن انظر إلى هذه الخواتيم السيئة، انظر. كذلك هذه الخواتيم أيضا كما قلت هي خواتيم موجودة، ونحن نرى ذلك ليل نهار، ما فيش يوم بيعدي لما تلاقي حد يحكي لك يقول لك ده فلان مات كذا وفلان واحد مات في حادثة وهو مشغل. زي ما قلت أنا شفت هذه المشاهد بعيني، شباب مشغلين المسجل على آخر صوت أغاني ومجون وخمر ونحو ذلك. طيب على أي شيء مات هذا؟ طب على أي شيء سيبعث؟ يبعث كل امرئ على ما مات عليه. وزي ما قلت مشهد تلاقي برضو كتير مثلا من الشباب يعني للأسف الشديد ليس لهم ضابط ولا رابط. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ اطلاق إلى ربك يومئذ المستقر، سترجع إلى ربك، لكن بأي شيء ستخدم على ربك سبحانه وتعالى؟ بأي شيء؟ الأموات هؤلاء فهم جيرة الأموات، أما مزارهم فدان وأما المرتقى فبعيد. ما تظنش القبور جنب بعض كده هم بيتزوروا كده، لا، يعني ربما إنسان مثلا يكون ضجيع في القبر وبين هذا وبين ذاك كما بين السماء والأرض من المراتب، كما نرى ذلك. يعني ممكن إنسان كثير من مثلا القبور لا سيما بتاعت مثلا أهل مصر وغيرها بيدفنوا كذا واحد مع بعض، طيب لكن ربما الاثنين مع بعض في القبر وبين واحد وبين ضجيعه في القبر كما بين السماء والأرض من المراتب، واحد يكون فوق خالص والتاني في الدرجات الدنيا. فالإنسان يا إخواننا هذه الخواتيم ينبغي الإنسان أن يهتم بحسن سيرته وسريرته حتى يقدم على ربه سبحانه وتعالى وهو راض عن الله، كما قلت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لكن هذا حسن الظن هذا يقتضي حسن عمل، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسنى، ونسأل الله عز وجل أن لا يميتنا إلا وهو راض عنا، ونسأل الله عز وجل أن يميتنا وإياكم ميتة رضية. وقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليل الأحبة بدره نور بدا، ليل الأحبة بدره نور.
قد شدا قد شدا والثمر بل له تبدل والندى طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى إذا اجتمعنا